عندما يكون الصراع بين الباطل والباطل، فإنه سينتهي بالمجتمع إلى الانهيار، فلا انتصار للباطل، بل خسران في خسران. إذا اقتنعنا بالسطحيات واكتفينا بالظواهر والقشور ولم نتعمق في العلم ولم نجد في العمل ولم نتقنهما بقوة، لن نحصل على دين ودنيا. تعد المسؤوليات الاجتماعية من المسؤوليات الصعبة والمهمة، لأنها تتطلب التضحية والبذل والعطاء، وليس كلنا قادرا على تفهمها.